السلام عليكم خويا، حنا الساكنه ديال بيران ولاد مبارك، دابا الاعاده ديال الهيكله عوضوا للناس، وكاين اللي باقي ساكن دابا وما عطاوش، كاين اللي بولاده باقي وكل شيء واحد، وانا واحد من المستفيدين هذا، عطاونا بقعه وحده مشروكه انا وخويا، وكل واحد محسب بوحديته، ما عرفناش حنا علاش داروا لنا هكا، وقالوا لنا من بعد هذاك القرار اللي نزل وفرقوكم صافي مشى، دابا جا قايد اخر قال لك كاين قرار واحد اخر، دابا حاليا حنا داو لنا بقعه، فين ما مشينا مشينا عند القايد مشينا عند المقدم مشينا حتى للعماله، تيقول لك اخويا حنا ما نعطيوش، والمالكي كيعطانا بقعه وحده الواحد مجوج بولادو، وحنا بولادنا عطاونا وحده وقسموا لنا بجوج، والاخرى فينا هي؟ بغينا نعرفوا حنا على الاخرى فين مشات. دابا كنت محصي واش محصي اختي وطالع في الطابلو، جاو قالوا لنا انت وخوك، ملي حنا مشينا معاهم على نيتنا اختي وعندنا وليداتنا، جاو عطاونا واحد البقعه ملوحة حدا السكه، ما جابتش لنا حتى 17 مليون. ما لقينا واحد، دابا انا مفوندي انا وخويا، انا ما فاهمش معاه، حتى فاش كنا ساكنين مع بعضياتنا بقى عاد بلا حنا هذه البقعه، ما عندنا لا باش نبنيو لا حتى شي حاجه، واقفين دابا ما فهمناش ما نديرو معاهم. كل نهار العياده كل نهار اختي، وكاين الناس اللي بولادهم و40 هذا هو 30 عام، انا 30 عام في عمري 30 عام تنعقل على السوديه اللي كانت 30 عام في عمري، زياده وخلوق هنا بولدي، عندي مراه وبنت، شرا العياده ما عطاوناش، قالنا سيروا انتم مع والديكم، انا مع با، انا عسكون مع با 30 عمري ما عطاوني حتى حاجه، انا وواحد خويا ماشي انا، اي واحد اللي باقي في ولاد مبارك المشاكل الحالي، اللي عنده الفلوس اسكت، اللي عنده الفلوس تياخذ البقعه، واللي ما عندوش ما تياخذش، هذه حنا المالك عطانا حقنا، قالنا اللي مجوج ياخذ البقعه ديالو، اللي عنده 30 عام ياخذ السكن ديالو. انت سلالي؟ انا ماشي سلالي، هي زياده وخلق هنا، راه 30 عام هاد العوامل هاد السلالي كاملين، اللي قالوا هاد الانسان ما تنعرفوش نمشي بحالي 30 عام وانا ربي الرامي، انا تنعقل على هاد الزيز هاد اللي كان هنا، كان تيحزوا الولاد وجيه من الجن، واللي كذب عليك كذاب 30 عام وانا هنا، باقي ما كاين والو، باقي حتى حاجه ما عطاونا هاد الناس هاد. تنطالب بقعة ديالي، تنطالب حقوق ديالي وحقوق الناس هم مساكن، تهم اللي معايا، كاين بزاف، ماشي انا، الناس اختي جاو من مورانا وخذوا بقايا، حنا ولاد حنا جايين هنا 30 عام وحنا هنايا، وعندنا الفيتشه ديالنا، وقلنا ما طالعينش، قلنا ما طالعينش كاع انتوما، وانا خويا انا عنده فيتشه، خويا عنده فيتشه، خويا عنده فيتشه، باقي عنده الاصيليه، فيتشه اللي عاطينا البون اصيلي، وقالوا لي انت ما تتسالش. ما عندناش باش تسال والو، هو عنده البون اختي، قالوا لي انت ما طلعتيش الطابلو 30 عام، وجاو واحدين اخرين من مورانا وخداو من مورانا، ما سكنوش معنا كاع في الدوار، ما ساكنينش، هما كاينين تيتحمل مسؤوليه على هادشي هذا، هل تتحمل مسؤوليه؟ وبعدين جاو من عين السبع وجاو من بلايص اخرين وخداو البقعه ديالهم.